غادر إلى الشارقة قبل سنوات، لكن قلبه ظل هناك في مقديشو، حيث ذكريات الطفولة وخريطة الدماء التي رسمتها الصراعات والتي كان الجوع أحد تجلياتها، الجوع الذي يخوض ضده علي حسين صراعا غير متكافئ في محاولة للحفاظ على جزء ولو يسير من بهجة العيد في الصومال. كل إنسان يحب أن يشارك أهله في الفرحة، وكما تعلمون الوضع الذي يعيشه الصوماليون الآن والصورة التي تنقل إلينا ومعاناة الناس، هذه الأمور طبعا تؤثر في، وحتى أن هذا التأثير انتقل إلى أطفالي في المنزل. صعب علينا جدا نحن المغتربون أن يعني نعيد وأن نفرح بالعيد وأهلنا يموتون جوعا أو يعيشون في ظروف صعبة جدا. في مواسم الأعياد تصبح مراكز الإغاثة والجمعيات الخيرية جزءا من حياة علي، فهي الممر الذي يمكنه هو والعديد من أبناء الجالية الصومالية من مد يد العون إلى أهلهم في الصومال. علي لا يكتفي بتقديم التبرعات التي يقتطعها من راتبه الشهري، لكنه يحرص على المشاركة في إعداد المعونات لتوصيلها إلى مستحقيها. عملنا إغاثة عاجلة في مقديشو في البداية في مخيمات، وعملنا مخيمات وعطينا مواد غذائية مكونة من أرز وطحين، لأن الوضع كان وضع سيء صراحة في الناحية الصحية، وكمان عملنا عيادات متنقلة في المخيمات. العمل الجماعي شعار علي ورفاقه من أبناء الجالية الصومالية في الإمارات في مواجهة محنة المجاعة في بلادهم، فهم لا يكتفون بالعمل من داخل الإمارات فحسب، بل يعملون على التواصل مع أبناء الصومال في كل بلدان العالم، بالإضافة للتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية. المجاعة هذه اللي صارت أزمة اللي صارت في الصومال خلت الشباب الصومالي مترابط أكثر، وفعلا أنا في شباب كثيرين اتلاقيت معهم اتصلوا لي وقالوا نحن نبادر ونحن بنسوي كذا وبنجمع، وجابوا أفكار كثيرة حتى في الفيسبوك، في بعضهم أقاموا صفحات لتجميع التبرعات. ثمة أمل في إشراقة شمس على صومال جديد يلملم جراحه ويمحو الجوع والفقر. بهذه النظرة إلى المستقبل يواصل علي حياته المستقرة في الإمارات دون أن ينسى آلام الوطن الذي غادره الفرح ولم يعد حتى مع الأعياد.